الصبر واليقين، وهذه ذكرها جزاه الله خيرا. الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخواني، وذكر ذلك ابن تيمية أيضا في الفتاوى رحمهم الله جميعا، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يا جماعة، في شهوات في البلد دي، شهوات منتشرة في الموبايل، في الشوارع، في غيرها، تسوق أمجاد في بلاوي، تسوق ركشة في ملاوي بتاعت بلاوي، دكان مصايب، أي شيء مشاكل ثقيلة جدا. فأنت تصبر، تصبر، تجاهد نفسك. الدنيا دي قليلة يا جماعة، والله قليلة. طفل بقي شاب، بعد شوية بتكبر تعجز القبر، ده لو ما جاتك حاجة في النص سريع سريع بقيت مارق، أجلك تم. فأنت تصبر، أصبر يا أخ، متاع قليل، متاع قليل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فيلم غضيت بصرك، ده فتيل ولا أكبر من الفتيل؟ ده أكبر، ده شيء كبير جدا. كونه أنت بيت تدعوك للمعصية وتخاف الله سبحانه وتعالى ولا تقع في المعصية، ده ما كبير؟ ده ما عمل عظيم؟ كونه أنت جاهد نفسك. ولا تظلمون فتيلة، قال ابن كثير: آخرة التقي خير من دنياه. مش الدنيا دي مرة، شايفة أنت فيها شهوات وبلاوي وخداع. وقبل بقرا في كلام قريته لابن تيمية، قريته لود الناير، ده عجبه جدا. طبعا ود الناير التصوير بعجبك، صوره طوال ما فيها كلام، صوره مكتب، صوره وبقى مارك، والباقي برضو المهم صوره. كلام جميل جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ابن تيمية رحمه الله تعالى طلع فوائد، من ضمنها قال: لا يستقر محب، لا يستقر قلبه على محبة من أحبه، ويشعر أنه محتاج إلى غيره، إلى سواه، إلا الله تعالى. شفت هذه، تشوف متزوج وحدي، والله يا جماعة استعجلنا، والوقت داك طبعا كنا مستعجلين فدارين وزنة معينة، تمشي تعزل لك واحدة تاني برضو تلقاه تقول: يا أخي والله يا أخي دي الحاجة الدائرة أنا لقيت، لكن المشكلة ما بتاكل كسرة يا أخي، تاني شوف لك واحدة تاني تأكدي. ما بتستقر، والله الذي لا إله غيره. عربية والله يخدم الشاي، لكن دار لي واحد اوتوماتيك بس، خدتها كذي، تاخدتها كذي دي بتخش لك في حيطة، لأنه قزاز ما بوريك الحاصل مع الشغل. المهم أي شيء، بيت تقول والله البيت ده الله يسامح، لكن كان لقيته في اللاماب، مشيت اللاماب. طبعا الجماعة ديل مسمين نكون عصابة اللاماب بغادي، أي رحلت من اللاماب بتبقى عصابة الشقيلاب بغادي برضو. طيب المهم الموضوع ده ما طويل، وفي واحدين في العلامات هذه تلمها كيف، عصابه مفكوكه دي. فالشغله دي طوالي تقول دار لي بيت في المهندسين، ادوك في المهندسين تقول ما بتستقر. والله يبشرك، وده كلام ابن تيميه جاب فيه دليل، قال: انت في الدنيا دي اي محب تحبه بعد تصله قلبك ده محتاج لسواه. انت قبل ما تصله كيف تقول الراحه في ده، مجرد ما وصلته تقول والله يا أخي برضو دار لي واحد تان الشغلة دي كذي. قال: إلا الله تعالى. وذكر قوله تعالى: ألا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. مما تصل لرضا الله والأنس بالله طوالي تشنو بتطمئن، لكن قبل كذي ما بتطمئن، ما بترتاح، والله الذي لا إله غيره. فالناس تصبر ويكون عندك يقين، يقين، اليقين ضد الشك. فأنت تصبر فتدفع الشهوات، صبر والدعاء، وباليقين تدفع شنو الشبهات. انت لو عندك يقين في الدعوة انه دي دعوة حق، اي قائمة على الكتاب والسنة، اي وما كان عليه الصحابة، اي وده المنهج اللي بيوصل للجنة، اي تكون على يقين، تاني الشبهات دي شنو ما بتدفعه. ثم ذكر قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، 200 لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر دفعوا الشهوات، وباليقين دفعوا الشبهات.